الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجود في زيارة للعراق وصفها مسؤول البلدين بالتاريخية، وفيها التقى مختلف المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وبعد الزيارة والاتفاقيات نزل أردوغان منشور على حسابه على إكس وبالعربي كمان، وسبب حالة غضب لدى الكثير من العراقيين. فأردوغان قال في البوست أنه سعيد بتلبية الدعوة وبزيارة بغداد بعد غياب طويل، ووصف بغداد وقال إحدى مدن حضارتنا العريقة، وتطرق بعدها للاتفاقيات والتعاون المشترك ونتائج الزيارة، ولكن العراقيين كثر توقفوا عند الوصف إحدى مدن حضارتنا العريقة، وسألوا كيف يعني إحدى مدن حضارتهم العريقة، واختاروا الرد على بوست أردوغان نفسه، وهذه عينة من الردود. مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية ينضم إلينا حول هذا الموضوع من أربيل. أهلا بك أستاذ مهند، لماذا كل هذا الغضب على هذا البوست لأردوغان؟ مساء الخير أستاذ جيلان، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. حقيقة مؤسف جدا أن تقع بغداد، هذه المدينة العريقة، عاصمة الحضارة، عاصمة العلم والتاريخ في عهدها وفي تاريخها، تقع ما بين من يقول أنها محتلة من قبل الجانب الإيراني بالإضافة إلى ثلاثة عواصم عربية أخرى، وبين الجانب التركي الذي ينسب بغداد إلى الحضارة العثمانية. هذا أعتقد بأنه مؤسف جدا. العراق كان في مرحلة وفي زيارة مهمة جدا، الأبواب مفتوحة، القلوب مفتوحة للجانب التركي على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي، لكن من المؤسف أن تصدر هكذا تصريحات من قبل الرئيس التركي وبعد 13 عاما من غيابه عن بغداد. لكن بالمجمل أعتقد بأنه الحكومة العراقية تنظر إلى المصلحة العراقية في هذه الزيارة، والردود التي وردت على يعني بعض المدونين على هذه التغريدة أعتقد بأنها كافية للرد على هذه الطموحات التوسعية. يعني نحن نعلم في العراق أستاذ جيلان بأننا نتعاطى مع دول تطالب بإرثها القديم، تطالب ما تصفه بأنه إرثها القديم في العراق، هذه الدولة التوسعية من الشمال والدولة التوسعية من الشرق، يعني نتعاطى معها وفقا للمصلحة العراقية. بالتالي أعتقد بأنه الموقف هو لم يكن فقط في التغريدة، حتى في القصر الحكومي في المؤتمر الصحفي مع السيد رئيس الوزراء هو ذكر هذه العبارة، هي لم تكن فقط السلطنة العثمانية، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء مع الرئيس السوداني. هل كان الغضب يعني يعم جميع الفئات بالعراق أم فئة محددة؟ يعني هو تعاطي من قبل المدونين والمتابعين العراقيين لهذه الزيارة، وتحديدا هذا الوصف المستفز من قبل الرئيس أردوغان، لكن أعتقد بأنه هذا الغضب أو هذا الاحتجاج أو هذه الضجة الموجودة على المستوى الإلكتروني على مستوى السوشيال ميديا يقابله على المستوى السياسي حالة براغماتية في التعاطي مع الجانب التركي. العراق أعتقد بأنه يعني مين أكثر شيء استفزن هيدا المنشور مصالحة؟
والله الحقيقة أعتقد بأنه بالنتيجة بغداد هي بغداد، بغداد العراقيين، بغداد العرب، بغداد الثقافة والعلم والحضارة، بالتالي أي طرف كان أجنبي ينسب بغداد لتاريخه أو لأي طرف آخر أعتقد بأنه مردود، وبغداد هي أكبر من هؤلاء. لكن أعتقد بأنه بعض المدونين من ينتمون إلى أطراف سياسية، لا أتحدث عن المستقلين، ربما هؤلاء كانوا يبحثون عن تعكير نجاح الزيارة على المستوى العراقي وعلى مستوى المصلحة العراقية. إضافة إلى ذلك بعض الأطراف ربما التي تنتمي إلى الجناح الإيراني هي أيضا يعني تعمل على تسقيط هذه الزيارة واستهداف الحكومة، وخصوصا أنه الرئيس أردوغان التقى بعض القيادات السنية أو ربما أغلب قيادات المكون السني، وهذا كان يعني محل جدل آخر على مستوى الزيارة، بالإضافة إلى وصفه لبغداد بأنها يعني إحدى مدن حضارتهم العريقة. طب كان في ردود رسمية، ردود فعل رسمية حول هذا المنشور وهذا التعليق من قبل أردوغان؟ لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من الرئاسة العراقية أو من رئاسة الوزراء أو حتى من وزارة الخارجية، ومن غير المتوقع أن يصدر، باعتبار أنه الحكومة الآن تتعامل مع هذه الزيارة على أنها زيارة تلبي المصلحة العراقية في مجالها الاقتصادي، في المجال المائي والاحتياجات المائية ومذكرات التفاهم واتفاقية الإطار التي وقعت، يعني نسبة كبيرة منها هي تصب في المصلحة الوطنية العراقية إذا ما نظرنا إلى المصالح المتبادلة بين البلدين. توجد مصالح تركية تحققت، وبالمقابل أعتقد بأنه المصالح العراقية هي أكبر من المصالح التركية التي تبحث وتركز على الملف الأمني وفيما يتعلق بالتعامل مع حزب العمال الكردستاني. بالتالي بعد يومين من هذه الزيارة التي وصفتها الحكومة العراقية بأنها ناجحة، لا أعتقد بأنها ترد على يعني آراء شخصية أو حتى وإن كانت طموحات كامنة في شخصيات رؤساء الدول، وتعود مرة أخرى إلى ساحة الصفر. الحكومة العراقية تتعاطى ببراغماتية مع الجانب التركي، وأعتقد بأنه المصلحة هي من توجه الحكومة في هذا التعاطي، وهي ليست راغبة في اختلاق أزمة دبلوماسية على تصريحات لن تنال من بغداد أو من مكانة بغداد وسمعتها على المستوى العالمي. هل تعتقد أنه كان شيء متعمد من قبل أردوغان؟ نعم بكل تأكيد، يعني حتى من يتعامل مع الجانب التركي على المستوى الرسمي ليس فقط على مستوى الرئيس، نحن نتلمس في العراق هذا النفس من الداخل التركي، وللأسف نقول بأننا نتلمس هذا في يعني حالة توسعية، وباعتبار بأنه العراق إرثا للدولة العثمانية. نحن الآن في العام 2024 مضى على انتهاء الدولة العثمانية أكثر من 100 عام، والعراق هو أقدم من تركيا، والحضارة العراقية هي أقدم من الحضارة التركية، ووجود تركيا وخصوصا الدولة التركية الحديثة هي بعمر الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، بل ربما العراق أقدم بسنة أو سنتين. بالتالي هذا الواقع هو الذي يفرض نفسه، لكن الأطراف الأخرى سواء تركيا أو حتى دولة أخرى عندما تتعاطى مع المدن العراقية والعاصمة العراقية وحتى العراق كدولة، هي تتجاوز على السيادة باستمرار، وأعتقد بأنه ثمة مشاكل داخلية هي من تسمح لهؤلاء بالتجاوز على العراق وعلى سمعة عاصمته بغداد. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك. كان معنا من أربيل مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية.